أهلا بكم أصدقاء صديقاتي طلاب وطالبات التعليم الفني، مرحبا وحلقة جديدة من برنامجنا. النهاردة بنتكلم عن الأناقة، بنتكلم عن الشياكة، وبنتكلم عن عالم التصميم وعالم الملابس الجاهزة اللي بنشوف فيها كل يوم جديد متميز. مصر طبعا خطت خطوات كبيرة جدا في هذا المجال، وإحنا بنعد جيل جديد هو أنتم للمستقبل اللي هتقدموا أحسن ما عندكم، وهتقدموا تصميمات مختلفة، وكمان هتكونوا الإيد القوية للصناعة، صناعة الملابس في مصر. بيسعدنا اليوم أن يكون معنا الدكتورة نهى عز الدين، معلم أول ملابس جاهزة، اللي هتكلمنا على تقسيم الكورساج الجاكيت الحريمي من خلال رؤية فنية رائعة، وأيضا رؤية تدريسية، وكمان هنستكمل فيها النوع الثاني بالتحديد الخاص بالكورساج الجاكيت الحريمي ولكن بالطراز الرجالي. بنرحب بالدكتورة نهى عز الدين، أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، منورانا حضرتك. بنور حضرتك، متشكرة جدا. الله يخليك. طبعا احنا بنستمتع دايما ب يعني محاضرات حضرتك، والنهارده محاضرتنا متميزة جدا ان شاء الله. هتكون موضوعها عن ايه يا فندم؟ هو النهارده احنا بنستكمل موضوع اللي كنا بدأناه مع حضرتك في حلقتنا اللي فاتت، خاصة بتقسيم كورساج الجاكيت الحريمي. طبعا احنا عارفين ان احنا في سنة خمسة، المقرر بتاعنا عندنا الجاكيت الحريمي، فاحنا رسمنا مع بعض في الاول ازاي ارسم الكورساج نفسه الجاكيت، وازاي اعمل مرد، ازاي في خطوات معينه خاصه بيه، وبدانا مع بعض في نوعيات من التقسيم، وعرفنا ان هم نوعين في حلقتنا اللي فاتت. كان النوع الاولاني اللي هو التقسيم العادي اللي احنا ليه مسمى تاني او بنسميه التقسيم الكامل. ان شاء الله النهارده النوع التاني مع التقسيم على الطراز الرجالي او بنسميه النص تقسيم. تمام. هنتعرض للكم كمان ولا النهارده مش عارفين نعمل؟ ان شاء الله باذن الله اذا اسعفنا الوقت باذن الله وخلصنا التقسيم نبدا ان شاء الله في كم الجاكيت باذن الله. نبدا مع حضرتك ان شاء الله. اتفضلي. هو بالنسبه لنا للطراز الكم أو الأسفل، طراز التقسيم على الطراز الرجالي، هي الفكرة جاية من المسمى بتاعها. يعني معروف أن جسم المرأة بيبقى مختلف تماما عن جسم الرجل، في منحنيات، في يعني تفاصيل بتبقى مختلفة، فعلى أساسه كان عملنا التقسيم العادي اللي هو بيكون كامل، بيدي شكل انحناءات الجسم الخاص بالمرأة. أما على الطراز الرجالي بيكون نصف تقسيم، لأن جسم الرجل في طبيعته ما بيكونش فيه الانحناءات كبيرة، ف بيكون نسبة التقسيم قليلة، بيبقى الجاكيت يعني شبه ما في خط مستقيم كده شوية، في يعني شكل غير جسم المرأة، فاحنا بنسميه نص تقسيم لأنه بالنسبة للمرأة هيكون مديها سنة راحة أو وسع شوية بيبقى عن الجاكيت نفسه الخاص بيها هي. الاختيار هنا بيرجع إلى أذواق السيدات ولا هو موضة مرتبط بالجانب الموضة والله أكتر؟ والله هو في يعني الناحيتين، يعني الاثنين موجودين، دي طرز أساسية خالص موجودة، بيختلف بقى بتختلف النسب بتاعتها، لكن الطرازين احنا بالنسبة لنا هنا في البطرون بتاعنا بناخد الأساسيات الخاصة بكل بطرون. تمام. يعني بيختلف بقى على حسب الموضة نسبة التقسيم بيكون قد ايه. تمام. نبدأ مع حضرتك بدايتنا مع الكورتاج ونشوف الجديد في هذا المجال. تمام، نشوف كده مع بعض. احنا اول حاجة احنا ده الشكل اللي احنا كنا وصلنا له في حلقتنا اللي فاتت، ورسمنا مع بعض الكورتاج الخاص بالجاكيت، وعملنا التقسيم العادي او بنسميه التقسيم الكامل. برضو في حلقتنا النهاردة ان شاء الله هنعمل الكورساج الاساسي الخاص بالجاكيت كخطوط اساسية، وهنشوف مع بعض ايه الخطوات اللي هنمشيها بحيث ان يديني النصف تقسيم او التقسيم على الطراز الرجالي. فاحنا سريعا كده ان شاء الله هنرسم مع بعض كده الجاكيت نفسه بخطوات سريعة احنا فاكرينها مع بعض. هنطلعه بس من شغلنا اللي معانا ده، دي كل الشغل اللي احنا اشتغلناه في حلقاتنا اللي فاتت. هنفكر يعني ابنائنا وطلابنا بحاجه قديمه ولا هنبدا على طول في الجديد؟ لا هنبدا على طول سريعا عشان بس الوقت بتاعنا يكفي. تمام. اهو ده خط نص الخلف بتاعنا الاساسي خالص. تمام. وادي حرده الرقبه الخلفيه. طبعا احنا مش بنرسمها كده، احنا راسمينه بناء على القياسات اللي اشتغلناها مع بعض. تمام. اهو وهنا التلت التاني او التلتين الاخرى كان للكتف، كان بنحناقه شويه. ادي حرده الابط.
تمام، ادي الخط الفاصل الاساسي بين الامام والخلف. تمام، ادي خط نصف الامام، ادي حردة الرقبة الأمامية بالطريقة دي. وصل ده. انا بالنسبة لي مش هبقى محتاجة خط نصف الامام كامل، لان انا عايز اوضح او ابين التقسيم اللي انا هعمله هيكون ازاي، فانا مش عايز الفت النظر في خطوط تانية، انا برسم الخطوط الاساسية اللي انا ببقى محتاجها في رسم التقسيم فقط لا غير. يعني انا بالنسبة لي ده خط الصدر او بنسميه خط ارتكاز حردة الإبط، هنا بالنسبة لي ده خط الوسط طبعا لان هو اساس التقسيم، هنا هيكون خط الجنب بتاعي. اهو خط الجنب، نكتب على الخطوط عشان ما ننساش واحنا شغالين، ساعة الامتحان بيكون في توتر جامد. بنسة الصدر اهو، وطبعا الخط اللي انا بنزل منه الخط الوهمي من رأس بنسة الصدر اللي طبعا انا هحتاجه في التقسيم بتاعي. تمام كده، الخطوط الأساسية برضو اللي احنا كنا رسمناها كان عندي المرد بتاعي بتاع الجاكيت نفسه، وكان فيه طبعا سنة انحناء كده خفيفة في جاكيت البدلة او الجاكيت التاير عموما الحريمي، بيبقى فيه سنة انحناء كده في الامام او طبعا على حسب الموديلات اهو. وده كان خط طول الجاكيت نفسه او خط نهاية الجاكيت من الامام وللخلف. طبعا احنا بنأكد مع بعض ان ده الخلف وده الامام. دي كده الخطوط الاساسية اللي انا هكون محتاجها لجزئية التقسيم بتاعي. هنفتكر برضو الارقام مع بعض، هنا بالنسبة لي كان الخط ده كان بنسميه نقطة 6 صح كده، هنا خط الصدر ده كان اسمها نقطة 5، خط الوسط هنا النقطة دي كان اسمها 2. احنا بنفتكر بس مع بعض الارقام، خط نهاية المنتج بتاعي او خط نهاية الجاكيت كان اسمها نقطة 3، هنا بالنسبة لي النقطة بتاعت بنسة الصدر كانت 35، الخط الفاصل بين الامام والخلف في حردة الإبط كانت 29. تمام، هنا الخط الخاص اللي بيأكد لي او بيثبت لي حردة الإبط الخلفية، الخط ده كان بنسميه عند النقط او نقطة التقاطع مع خط الصدر كانت نقطة 8. هنا بالنسبة لنا الخط الفاصل كانت نقطة 30. يعني هي دي تقريبا النقاط الأساسية اللي احنا محتاجينها معانا في رسم التقسيم بتاعنا. تمام كده، نبدأ بقى مع بعض كده ونشوف الخطوات بتاعتنا هتكون ايه. بيقول لي اول نقطة عندي عايزين نتحرك من نقطة 2 لنقطة 37 1.5 سنتي الاسفل. طبعا احنا متفقين ان احنا بنتكلم بالارقام الاساسية او المقدار الاساسي، واحنا بنحولها بعد كده لمقياس الرسم بتاعنا اللي هو غالبا في الاحجام الكبيرة او المقاسات الكبيرة الحريمي بيكون على 4، فالواحد ونص سنتي لما بتحول بمقياس الرسم على 4 هيديني 4/10. كمان بيقول لي هنتحرك من نقطة 37 ل 38 برضو 1.5 سنتي، بس المرة دي جهة اليمين، ودي برضو بمقياس الرسم هتكون 4/10. نتحرك كمان، دي نقاط أساسية ولو تفتكروا متكررة معايا في التقسيم العادي أو التقسيم اللي فات اللي احنا اشتغلناه مع بعض، نقطة من 3 ل 39 1 سنتي جهة اليمين، وطبعا بمقياس الرسم هتكون 3/10. وبعد كده هنوصل النقاط الجديدة دي مع بعض، نقطة 36 ب 38 ل 39 علشان أعمل خط نصف الخلف الجديد. يبقى كل اللي أنا بعمله ده بعمل تقسيم بسيطة صغيرة لخط نصف الخلف، لأنه غالبا بيكون في عندي ما بيكونش خط نصف
القماش بتاعي لما بننفذه، يعني مش بيكون، هو بيكون خط موازي للبرسل صحيح، لكن بيبقى فيه غالبا في معظم الجواكت بيكون فيه خط خياطة في الخلف، في خط نص الخلف، فده تمام. نتيجة التكسيم اللي اتعمل لخط نص الخلف. طيب نشوف مع بعض الرسمة بتاعتي هكون ازاي. هكون بالمنظر ده، بصوا كده حضراتكم، ادي نقطة 6 ثابتة معايا، هو من نقطة ادي نقطة 5، من نقطة 2 هننزل لتحت اللي هي نخليها نقطة 37، من 37 هتحرك جهة اليمين نقطة 38، ونفس الفكرة من نقطة 3 ل 39، وده هبدأ أوصل ما بينهم. يبقى في الحالة دي أنا عملت خط نصف الخلف الجديد. طيب نشوف مع بعض كده الخطوات دي هنمشيها ازاي. نشوف مع بعض في رسمتنا اهو، هنبدأ اول حاجة قال لي من نقطة 2 هننزل لاسفل اهو، حددتها وسميتها نقطة 37، تمام. هعمل يمينها من النقطة، هعمل يمينها اللي هي من 37 ل 38 برضو اهو، وهسميها نقطة 38، احنا بنحط نقاط مع بعض. هاجي من النقطة الأخيرة اللي هي من نقطة 3 ل 39 اللي هي جهة اليمين أهو، 3 مللي بتوع اللي هما 1 سنتي اللي هما 3 مللي، وسميتها 39، تمام. جه قال لي هنعمل الخط الجديد بتاع خط نص الخلف، هوصل نقطة 6 بنقطة 38، ومن 38 ل 39 بالطريقة دي، تمام. وده اللي بسميه خط نصف الخلف الجديد. الأرقام اللي هو طلبها مني هي أرقام، يعني إحنا بنحطها كنقاط بس، لكن مش بنحسبها بالمقاس اللي هو قال لنا عليه في التصميم في هي الامتحان. الارقام نفسها، الارقام ارقام وهميه، يعني مش شرط انا احط نفس الارقام دي، احنا بس بنسهل على الطالب علشان خاطر يبقى، يعني ما ينفعش اقول له من النقطه دي للنقطه دي هو ممكن يتوه مني، تمام فانا بسميها بديها مسميات وهميه عشان بس يبقى مركز معايا احنا في انهي تمام. نقطه بالظبط. هو المفروض لكن يحط عند كل نقطة الرقم اللي اتطلب منه، يعني طلب لا، هو اللي 37. مطلوب منه المقاس، يعني يتحرك مقدار قد ايه، تمام لكن مش الرقم نفسه ثابت. هو ممكن يسميها ألف ب ج، تمام ممكن يديها رموز فقط لا غير، تمام لكن المهم يبقى فاهم هينتقل مسافة قد ايه او مقدار قد ايه، كام سنتي، تمام هو ده اللي يهمنا في شغلنا، تمام تمام. نكمل مع بعض الخطوة اللي بعديها، بيقول لي من نقطة 8 لنقطة 40 هنتحرك مقدار ربع عمق الإبط ناقص 1 سنتي. طبعا عمق الإبط انا بجيبه من القياسات، يا اما من المقاسات اللي احنا شغالين عليها الاساسي اصلا اللي هو الكورساج الاساسي، تمام تمام، او حسب طبعا القياسات الشخصية اللي احنا واخدينها. فانا باخد ربع عمق الإبط واروح منقص منه 1 سنتي، اداني بالمقاس الطبيعي 4 سنتي 25 من 100، بمقياس الرسم لما هقسم على 4 هيديني 1 سنتي وملي. بعد كده بيقول لي هنحط نقطة 41، نضع نقطة 41 يمين نقطة 40 على حردة الإبط. يعني ايه الكلام ده؟ يعني قصاد، هو ما ادانيش مقاس، هو بيقول لي قدامها بالظبط نحط النقطة على حردة الإبط. طب نشوف مع بعض الكلام ده اهو، بصوا حضراتكم ده الخط 8 اللي احنا كنا طالعينه خط عمودي اللي هو بيلامس حردة الإبط الخلفية، فهو بيقول لي هنطلع من 8 لأعلى على الخط، على الخط ده مسافة ربع عمق الإبط ناقص 1 سنتي، حطينا نقطة 40 قصادها بالظبط على حردة الإبط، بيقول لي نحط نقطة 41، تمام كده. نشوف مع بعض هنرسمها ازاي. هادي هطلع من نقطة 8 لأعلى، نشوف مع بعض في رسمتنا، من 8 لأعلى قال لي ربع عمق الإبط ناقص 1 سنتي اللي هي طلعت معايا 1 ملي بمقياس الرسم اهي، وسميتها نقطة 40، صح كده. قال لي قصادها بالظبط على الحردة اهو، حطيت نقطة وسميتها 41. 41 دي النقطة دي هنزل منها خط عمودي لأسفل، تمام، هنزل منها خط عمودي لأسفل يتقاطع معايا لحد خط الوسط اهو. طبعا بناخد بالنا من عدلة المسطرة بتاعتي عشان ينزل معايا الخط عمودي، من 41 هيتقاطع معايا عند خط الوسط هسميها نقطة 42،
تمام كده، يبقى احنا طلعنا من 8 لاعلى ربع عمق الابط ناقص 1 سنتي قصادها بالظبط على حردة الابط، حطيت نقطة ونزلت منها خط عمودي لأسفل لحد خط الوسط سميتها 42. نشوف مع بعض الخطوة اللي بعديها، بيقول لي من نقطة 8 لنقطة 43 ده رقم ثابت معايا مقدار 1.5 سنتي، ده بالمقاس الطبيعي بمقياس الرسم 4 مللي. تمام، برضو من نقطة 45 لنقطة 46 2.5 سنتي ثابت معايا بمقياس الرسم هيبقى 6 مللي. الأرقام اللي هو بيبقى مدهاني دي أو المقدار اللي بيبقى مدهوني ده بيبقى مقدار ثابت، مهما اختلفت المقاسات بيبقى مقدار ثابت معايا. طيب نشوف الكلام ده، ادي من نقطة 8، معلش، من نقطة 8 اتحركنا جهة اليسار اللي هي نقطة 43 ونزلت منها خط عمودي لأسفل اهو، تقاطع معايا عند خط الوسط في نقطة 44 ونقطة 45 موجودة عندي تحت. طيب الخطوة التانية كانت ايه؟ بيقول لي من 45 ل 46 هيبقى 2.5 سنتي، هنشوفها في الرسمة اللي بعديها اهي. من 45 اتحركت ناحية اليمين اللي هي نقطة 46 وابتديت بقى بعد كده اوصل من 41 ل 44 ل 46. طيب نشوف مع بعض الكلام ده، نيجي نرسم. اول حاجة قال لي من نقطة 8 هنتحرك جهة اليسار لنقطة 43 في رسمتنا، تمام كده اهو، حطيت النقطة وسميتها رقم 43، قلنا هننزل منها خط عمودي لأسفل. وسميتها 44، معلش الأسفل للآخر اهو 44، وفي خط نهاية المنتج بتاعي 45. من نقطة 45 دي هنتحرك جهة اليمين نقطة 46 اهو، حطيتها وسميتها 46. هنيجي الخطوة اللي بعديها هيقول لي زي ما احنا شفنا مع بعض كده هنوصل من 41 ل 44 ل 46. طبعا انتوا لو تاخدوا بالكم هي هتبقى مفروض فيها سنة انحناءات، بس احنا هنشتغلها يعني مبدئيا خط مستقيم الى حد ما، بس نحاول نخليه بايدينا، يعني بيكون التقسيم افضل. هو انا ممكن اشتغله خط وهمي وبعد كده اعمل عليه سنة الانحناء الخفيف من المنظر ده، 41 ل 44 ل 46. لو تاخدوا بالكم ان شاء الله هي هتيجي معايا في الخطوة اللي جاية، هيقول لي ان ده هيبقى خط الخياطة الجديد بتاع جنب الجاكيت اللي هو هيفصل لي او هيعد الخط الفاصل بين الامام والخلف. نشوف كده مع بعض الخطوة اللي بعديها، هاجي بيقول لي علشان نعمل لعمل تقسيم الخصر الخلف والامام، جزئية الخلف بيقول لي هنصل 41 ل 44 ل 46 لعمل خط الجنب الخلفي الجديد، ده اللي احنا لسه عاملينه دلوقتي. تمام. هنيجي بقى بيقول لي علشان لعمل خط جنب الامام هنوصل 41 ل 42 ل 45. طيب نشوفها مع بعض كده هتبقى ازاي، اهو بصوا حضراتكم كده معانا على الرسمة، ادي من 41 ل 42 وبعد كده 45، هتلاقوا في منطقة الارداف او بين الوسط وخط نهاية المنتج بتاعي عملنا اللي هو كنا اخدناه في سنة تالتة اللي هي فروق الجناب، بيبقى فيه سنة كده سنة اتساع موجود في خط الجنب بيدي راحة للجسم. تمام. ده خلافا عن الرجال، الرجال طبعا ستريت لا يعني هو برضو بيبقى المخدوم. فيه سنة بسيطة، واحيانا في الموديلات الخاصة بالجواكت الرجالي حضرتك ممكن تلاقي فيه فتحتين في الجاكيت من ورا، صح كده، فده مكان الفتحتين فهو بيديني الخط ده ان انا اشتغل. تمام كده احنا وصلنا 41 ل 42 وبرضو ال 45 علشان خاطر يديني شكل الخط، برضو احنا هنعمله خط وهمي كده بس هو المفروض بيكون بانحناءة خفيفة اهو بالطريقة دي. تمام.
يبقى ده كده هيعد برضو من 41 ل 42 ل 45، ده خط جنب الامام الجديد. تمام، يبقى ده كده خط جنب الامام الجديد. تمام، واللي فات اللي هو اللون اخضر معانا اللي هو المفروض يكون عند حضراتكم في الباترون باللون الازرق، ده خط جنب الخلف الجديد. طبعا احنا عارفين لما هنيجي نعمل عملية اعداد للمنتج بتاعي بيجيلي الشكل ده، بيبقى جزئية الخلف حردة الرقبة مع الكتف مع حردة الإبط، ويجيلي التقسيم الخاص بالجنب ده مع التوسيع اللي موجود، وادي خط نهاية المنتج وخط نصف الخلف الجديد بالمنظر ده. فبيطلع معايا في هنا سن التقسيم اللي هي الجزئية المتلونة دي. تمام، طيب نيجي نشوف الخطوة اللي بعديها. انا دلوقتي محتاج اعمل بنسة جنب خصر الامام، يعني انا كده عملت التقسيم اللي موجود في الجناب، في عندي في بنسة موجودة في منطقة الوسط الخاص بالامام اللي هو مكانها العادي الطبيعي في نص الجسم، وفي بنسة جانبية. بنسة جانبية دي برضو موجودة في الامام مكان الخط الفاصل بين الامام والخلف القديم اللي هو المتعارف عليه. احنا لو ناخد بالنا في الرسمة اللي احنا عملناها التقسيم او خط الجنب مترحل معايا شوية جهة الخلف. تمام، فالخط الفاصل الاساسي بين الامام والخلف هو المفروض ان احنا عارفينه في منتصف حردة الابط. فاحنا الخط ده مكانه هنعمل بنسة تقسيم، مش هيبقى خط بقى للنهاية. فاحنا محتاجين نعملها دلوقتي، دي اللي احنا هنشتغلها. فبيقول لي من نقطة 29 لنقطة 47، من 29 ل 47، دي تلت المسافة من 29 ل 23. تمام، من 29 ل 23. طيب احنا قسنا المسافة دي كانت قد ايه؟ بيقول لي كانت 4.8. طبعا احنا واخدينها من المقاس الطبيعي، تلتها يبقى هقسم على التلاتة طلعت لي 1.6. احوله المقياس الرسمي اللي هو بيكون على 4 هيديني تقريبا 4.4. تمام، الخطوة اللي بعديها بيقول لي من 48 النقطة اللي احنا لسه محددينها هننزل لأسفل مقدار يعني 12 سنتي، وسميها نقطة 49 اللي هي بمقياس الرسمة هتكون معايا 3 سنتي. حجم البنسة نفسها عند خط الخصر اللي هو عرض البنسة هيكون 1 سنتي، بمقياس الرسمة هيكون 3.1. نشوف مع بعض الكلام ده. نقطة 29 اهي اللي هي النقطة الأساسية اللي عند حردة الإبط أو في نص حردة الإبط اللي احنا نزلنا منها الخط الفاصل بين الأمام والخلف القديم اللي هو بتاع الكورساج الأساسي. بيقول لي هنتحرك من 29 ل 47، تلت المسافة من 29 ل 23. 23 دي نقطة أساسية موجودة عندي في باترون الكورساج، كنا طلعناها الأعلى عشان أقدر أرسم حردة الإبط الأمامية. فبيقول لي هنقيس المسافة دي ونحدد تلتها، وهو ده اللي هتحركه. طيب نيجي نرسم كده مع بعض ونشوف هتكون إزاي. هنا دي النقطة دي اللي هي 23، هنقيسها نعمل تلتها بالظبط من ناحية خط الفاصل بين الأمام والخلف أهو بالظبط أهو، وهنسميها قلنا نقطة 47. هنزل منها خط عمودي الأسفل. تمام، هو قال لي مقداره تقريبا كان 12 سنتي، بس 12 سنتي ده من بعد خط الوسط. تمام، انا هنزل كده خط وهمي الاسفل. النقطة دي تقطعت معايا كانت 48، قال لي من 48 دي الاسفل هي ال 12 سنتي، يعني من بعد خط الوسط الاسفل هو ده اللي هيبقى 12 سنتي اهو. وبعمل الراكورة بتاعت نهاية البنسة وبسميها 49. حجم البنسة كان قايل لي مقداره 1 سنتي اللي هي 3 ملي بمقياس الرسم. طبعا بنقسمها على الجنبين، يعني على قد ما نقدر بتبقى ملي يمين وملي شمال، او 2 ملي يمين و2 ملي شمال عشان بس تبقى واضحة معايا. وابدأ اوصل عشان اعمل شكل البنسة لنقطة 47 اعلى ونقطة 49 في الاسفل عندي اهو. بص حضراتكم كده بقى موجود معايا شكل البنسة في تقريبا
ناحية خط الفاصل بين الأمام والخلف القديم، تمام؟ يبقى أنا كده عندي تقسيم في الجنب وتقسيم في جنب الأمام، بس التقسيم مش كامل، هو بيبقى على شكل بنسة فقط، تمام؟ هاجي الخطوة اللي بعديها، محتاج أعمل بنسة لخصر الأمام بقى، اللي هو مكان البنسة الطبيعي للجسم، اللي هو بيبقى في منتصف خط، في منتصف جزئية الأمام كاملة، تمام؟ برضو بيكون مكانها عند الوسط. بيقول لي هنتحرك من نقطة 25 ل50 مقدار 3 سنتي لأسفل، تمام؟ 3 سنتي مقياس الرسم اللي هو على الأربعة هيبقى 8 من 10. طيب من 27 ل51 5 سنتي لأعلى، بمقياس الرسم هيكون 1.3 من 10. طب حجم البنسة نفسها عند خط الوسط اللي هي المسافة العريضة اللي احنا هنضيقها هنعمل فيها عملية التقسيم، 1 سنتي، بمقياس الرسم هيكون 3 من 10. نشوف كده مع بعض. هدي نقطة 25 اللي هي نقطة ارتكاز بنسة الصدر نفسها او رأس البنسة، هننزل لأسفل وهنحدد نقطة 50. بعد كده قال لي من 29 سوري من 26 لأسفل ده طول البنسة اللي احنا محتاجينه، وهعمل حجم البنسة، تمام؟ تمام. نشوف مع بعض كده. نرسم مع بعض. ادي من نقطة 25 لأسفل احدد النقطة واعمل خط ركورة صغير وهسميها نقطة 50، تمام؟ والنقطة هنا عند خط الوسط سميناها 26، وخط الجنب مسمينها نقطة 27. من 27 قلنا هنطلع لأعلى وحدد النقطة بتاعتي وهعمل الراكورة وهسميها نقطة 51. حجم البنسة اللي هو كان قايل لي عليه هنعمل يمين وشماله اهو، وهبدأ اوصل البنسة بتاعتي طبعا لحد تحت اللي هي لحد 51 فقط لا غير، اللي هو طول البنسة بتاعتي اللي احنا حددنا طوله بناء على ان احنا طلعنا من نقطة 27 لأعلى مقدار الخمسة سنتي، ووصل الجزء العلوي للبنسة بنقطة 50 اللي احنا كنا نزلنا المقدار بتاعها من نقطة 25 لأسفل. وكده أكون عملت البنسة الخاصة بخصر الأمام. يبقى كده كان عندي بنسة خاصة بخصر الأمام، بنسة خاصة بجنب الأمام، غير التقسيم اللي موجود عندي في جنب الأمام وجنب الخلف، غير التقسيم اللي موجود في خط نصف الخلف. كل ده تابع للطراز الرجال. الرجال. طب حضرتك دكتورة نهى، يعني الجانب الخاص بالأوردر اللي بيتم تنفيذه في المصانع بالفعل، يعني هل هو شكل من أشكال اللي احنا بناخدها بنتدرب عليها كأسئلة بنحاول نحلها؟ يعني بيجي الأوردر مثلا من الأونر مثلا أو من المصمم الأساسي، إن أنا عندي الموديل رقم كذا أنا هعمل تقسيم فيه 1 2 3 4، هل ده هيبقى مطلوب مني في أثناء العمل المهني، ولا ده احنا بنتعلم عشان احنا واحنا بنصمم نعمله؟ الجانب ده برضك يمكن يكون ابنائنا عاوزين يعرفوه. هقول لحضرتك في التعليم الفني في نظام ال5 سنوات في عندهم ماده اسمها ماده مشروع، تمام؟ تمام. الماده دي بينفذوا فيها قطع ملبسيه على نفس طراز المصنع، تمام. يعني بيختار، هو درس من سنه اولى لحد سنه 5 نوعيات مختلفه من البطرونات، عليه ان هو بيختار موديل فستان مثلا طفل، جاكيت حريمي، فستان، قميص رجال، اي نوع من انواع المنتجات اللي هو درس الباترون الخاص بيها. بيجيله زي يعني هو مش بيجيله، هو الماده بتاعتنا ان عند حضرتك الباترون احنا محتاجين نعمل التصميم الفلاني للقميص الرجالي، للبنطلون الرجالي، للجاكيت الحريمي، محتاجينه بمقاسات مختلفه، تمام؟ بتنفذ لي 4 قطع، كل قطعه من القميص بتصميم مختلف عن التاني. طيب بنعمل فيها ايه؟ بيطلب منه ان كل موديل بيعمل له تدريج، عملية تدريج، يعني هو في مقاس اساسي عنده بيعمل مقاس اصغر منه ومقاس اكبر منه، تمام؟
يعني هو بيرسم باترون واحد فقط، هو ده اللي ده النظام اللي بيمشي في المصانع. هو بيطلب منه بيجيله شكل الموديل على مصمم الباترونات، ان هو بيشوف الباترون المناسب للموديل ده ايه، وبيعمل له عملية تدريج على حسب المقاسات اللي طالبها العميل مني. تمام. فبيتعمل مقاس اصغر ومقاس اكبر، لكن مش بيقعد يرسم كل مرة باترون. لكن في الاربع موديلات اللي هو مختارهم، لكل واحد منهم باترون، بس كلهم فساتين اطفال، كلهم جواكت وهكذا. صح. فبيتعمل عمليه تدريج، بيتعمل عمليه اعداد، كل المراحل اللي بيمشي بيها المصنع هو الطالب بيمشي بيها في ودقيقة ماده زي ما حضرتك بتشرحي كده، ما هو دقيقة ده جدا. الباترون الاساسي لازم. الاساسي تمام. ده الباترون الاساسي. بعد تمام. ما بيرسم الاساسي بيبدا يحط فكره الموديل عليه، اللي هو التصميم او القصات بيبدا يحطها على الباترون اللي هو اشتغله بنفس الخطوات اللي احنا بنشتغلها دلوقتي. تمام. هل بيجي له الاوردر بعد كده؟ معلش انا هسترسل شويه في الجانب التصنيعي في اتفضل. المصنع، لان دي خبرات الطالب لازم يعرفها. هل بيترسم له على القماش نفسه البنسه بمسافه معينه، بيقوم حد معين بيعاملها، اما بقى اللي بيشتغل في المكن وبيستخدمها هو ده اللي هيمشي على الاشياء، ولا هو بيجي له الشكل هو بينفذه تلقائي مع نفسه، بيقيس مع نفسه ويعمل التقسيم للموديل الواحد؟ هو ميزة التعليم الفني وتخصص الملابس الجاهزة، هو بيأهل الطالب ان هو يكون عنده فكرة عن جميع المراحل الخاصة بالمصنع بالمصنع، هي. بدءا من رسم التصميم نفسه. يعني بيقدر ازاي يعرف يعمل تصميم، ازاي يقدر يحلل الموديل، لو جاله موديل من بره ازاي يحلله، يبقى عارف الجزئية دي ايه والجزئية دي ايه، على اساسها بيقدر يحط القصة على الباترون. بيبدأ زي ما بقول لحضرتك كده يعمل تدريج، يعمل اعداد، يعني بيطلع كل جزئية لوحديها، وازاي يقدر يعشق او يعمل القطع متراج مع بعض. للباترونات نفسها على القماش، ويقص، ياخد مقدار خياطاته ويقص وينفذ. يعني دي الميزة، هو ان هو يقدر يتم مراحل المنتج في الورش اللي موجودة في المدارس الخاصة بالتعليم الفني. تمام. وبتبقى كمان مفيدة جدا اكتر لما بيكون في مدارس خاصة بالتعليم الفني مرتبطة بمصنع. يعني في مدارس في داخل المصانع هي تابعة نسخة إنتاجية. لوزارة التعليم، تمام. فهي بيطلعوا بقى يعني الطالب منتجات اللي عنده الله. كمان بياخده كمان يشغله على طول. غير كده يعني المدارس برضو المنفصلة بتبقى أغلبها يعني معظمها في منطقة صناعية، بتبقى قريبة من مصانع. يعني بيجي لنا يعني زي دعوات، أو إحنا بنروح نطلب منهم على حسب المتاح. بناخد الطالب نوديه للمدرسة أو للمصنع، بيكون طبعا برفقة مدرس النظري ومدرس العمل، بحيث ان هو يكون معاهم، يوريهم مراحل الانتاج، يوريهم الماكينات ماشية ازاي. وبتبقى لذيذة جدا لما بيجوا اصحاب المصانع، او طبعا مندوبين خاصين بيهم، بيجي يطلب من المدرسة انا محتاج خريجين من عندكم، او ادوني مثلا طلبة سنة خمسة يبقى عامل معاهم تعاقد بعد ما يخلصوا الدراسة بتاعتهم او في اجازة نص السنة، يجوا يتدربوا عندي، بحيث ان هم لما يتخرجوا وخدوا الشهادة يشتغلوا على يشتغلوا طول. عنده على طول، هو كده ضامن خلاص. جميلة. يعني فبتبقى التعليم الفني بيأهل لسوق العمل مباشرة، ما فيش فجوة ما بين تخرجه وما بين شغله، يعني المفروض ان هو يطلع يشتغل مباشرة. ده حقيقي. وازاي يقدر كمان لو حابب يفتح مشروع خاص بيه، لان برضو بيكون في معظم المصانع خصوصا لو كان تصدير، بيبقى جاي احيانا بيكون العميل الخارجي بيبقى جايب الموديل بالباترون اللي هو عايز ينفذ عليه، او في باترونات اساسيه قسم الباترونات في المصنع بيبقى مجهز اوريدي خلاص، عنده نماذج اساسيه موجوده، فهو الفكره ان هو بيحط عليها القصه، فبيكون يعني الى حد ما الجزئيه دي محدوده، مش منتشره قوي في مصر او مش في معظم المصانع، فبتحلو اكتر لو فرصة عمل هيفتح يقدر يعمل حاجة زي كده. بالظبط، وانه يقدر يفتح مشروع كمان. يعني مش هيبقى مقتصر على المصنع فقط لا غير، لا تمام. هو كمان ممكن يفتح جنبه مشروع خاص بيه. احنا بنعلمه على انه يبقى ملابس جاهزة، لكن لو حب يعمل ترزي بنفسه او يعمل اتليه صغير ليه ويقدر يعمله، هيبقى برضك متمكن من الجانب ده، ولا محتاج مهارة جديدة علشان يقدر يوائم ما بين جسم ومقاس لجسم تاني ومقاس تاني وخلافه؟ هو بس الفكرة احنا مش عايزين نقول ترزي، لان هي بتبقى تعباهم شوية. لا هو بيطلع مؤهل علميا واكاديميا، يعني مش بيكون يعني حد بيقص وبيخيط كده على طول ايوه طبعا. من غير درايه، لا هو بيبقى هنقول ان هو نظام مشروع صغير او متناهي ايوه هو ده الصغر، الهدف وخصوصا صحيح اللي حقيقه، بيدعموا مصر في الفتره. وخصوصا البنات بيعملوه مع بعضهم مع اهاليهم مع بالظبط، جيرانهم، ده حقيقي، وده جانب برضه جميل وفي دعم وانتاجي. كمان من الدوله، فده بيكون مفيد جدا للشباب، وخصوصا ان احنا شايفين سياده الرئيس دلوقتي
دلوقتي مهتم جدا بالحرف ويعني والمشروعات الصغيره، فدي وبيدي قروض كبيره يعني ممكن يقدر يبدا يعمل ميني كده صغير لمصنع صغير لماكينتين او ثلاثه ويقدر يشتغل ويقدر ينتج ويضيف لمصانع. ده حقيقي. فهو احنا بيبقى هنقول ان هو مشروع صغير بيكون على درايه، مش زيه زي غيره، لا بالعكس، انت دارس نظري ودارس عملي، عارف نوعيات المعدات اللي انت محتاجها، نوعيات الماكينات، وازاي تقدر تعمل صيانه ليها. يعني هو بيكون جامع وشامل. جنرال. بالظبط كده. يعني مش جاي متخصص في مثلا في كم، متخصص في مكن، متخصص في تصميم. لا بالعكس، ده يعني ده لامم كل موضوعاته. ده حقيقي. بحيث انه يقدر يشتغل في اي مجال داخل المصنع. بالظبط. وكان بيطبق الكلام ده كله في الورشه بتاعه الملابس الجاهزه في كل مدرسه، فهو شايف النظري وشايف العملي، قص بايده، خيط بايده، حاجه باظت في ايده فازاي غيرها، شاف الصيانه اتعملت ازاي، وهكذا. فبيكون مؤهل لده. يعني مستقبلهم باهر ان شاء الله، إن شاء ويعني الله يا رب فرص بإذن عملهم الله. على طول، وانجازهم للحياه اسرع واحسن بكتير ان شاء الله. هنكمل الكم ولا لسه هنكمل التفصيل؟ هنحدد بس الخطوط الاساسيه اللي احنا محتاجينها للتلوين، باعتبار ان انا لما اجي اعمل عمليه الاعداد يبقى واضح معايا اللي انا بلونه ده. تمام. زي ما احنا عارفين هو ده اللي انا بشفه، وهو ده اللي انا هبدا احط القص عليه. بالظبط كده. اهو الجزء الاحمر طبعا هو الخاص بالامام. طبعا احنا عارفين ان احنا بنلون تقيل، يكون بس واضح قدام حضراتكم. اهو شايفين حضراتكم حرده الامام معايا كامله لحد فين؟ لنقطه 41. تمام. كل دي جزئية الأمام. أما جزئية الخلف أهي، شايفين حضراتكم حردة الإبط الخلفية بتكون في التقسيم الخاص بالنظام الرجالي، بتكون صغيرة. خط نهاية المنتج بتاعي أهو. طبعا الجزئية دي هنخليها شرطة أحمر وشرطة أزرق. بشف لحد نقطة 39 وبطلع لحد نقطة 6 وأكمل الجزئية اللي فوق دي معايا للخلف أهو بالطريقة دي، وأدي حردة الرقبة الخلفية. وأدي خط الكتف. يبقى أنا أخدت اللون الأحمر للأمام. للأمام واللون الأزرق. الأزرق هو المفروض إن هم عندهم الأزرق. تمام. الأزرق للخلف طبعا مع مراعاة جميع البيانات، لأن ده بيبقى مهم جدا في الامتحان بتاعنا. طبعا إحنا عارفين إن ده المرد، عارفين إن ده خط نصف الأمام، وطبعا بيكون مفتوح علشان هو جاكيت، فبيكون عندي مقدار للعراوي والزرار، فهو بيكون المفروض مفتوح. نكتب يا دكتورة. طبعا لازم، ونراعي كمان اتجاه النسيج، واحنا عارفين ان اتجاه النسيج بيكون موازي معايا لخط النص او الخط الفاصل بين الامام والخلف اهو، علشان وضع الباترون على القماش لازم اتجاه النسيج ده بيكون موازي للبرسل. وطبعا هنا بالنسبه للخلف انا حصل عندي انحناءات كتير، فما بقاش عندي خط نص الخلف خط مستقيم، فانا لازم اعمله خط موازي لخط الفاصل بين الامام والخلف القديم اهو، عشان ما يبانش ان في ميل اثناء الوضع على القماش. هو بيدي له عينه او بيقول له على عينه في النسيج، ولا كل النسيج واحد هو بيمشي عليه؟ لا، هو التنفيذ بيكون على نوعيات مختلفة من الأقمشة، هو على الطالب ان هو بيجرب، لان هو عنده مادة خامات قدر يعرف منها نوعيات الخامات المختلفة اللي منتشرة سواء طبيعية او صناعية او خلافه. تمام. وايه هي الخواص الملائمة لكل خامة، وازاي اقدر اتعامل معاها، يعني بتبوظ من ايه، بتستحمل ايه، كل دي مواد اساسية هو اتعرض لها طالب تخصص الملابس الجاهزة. حقيقة. هو احنا كده بالنسبة لنا قدرنا نخلص التقسيم التاني للجاكيت الحريمي، وهو التقسيم على الطراز الرجالي. تمام. اسأل حضرتك جزئية دكتورة، هل هناك تطوير لاستخدامنا؟ يعني احنا بنعلم ولادنا للرسم الفني دلوقتي، هل ممكن يبدأ يرسم على الكمبيوتر في برامج معينة يقدر يستخدمها، ومن هنا يقدر يرسم على شيء يكبره او يصغره وفق ارادته، وده طبعًا بيحصل طبعا، وده هو المفروض
المفروض ان هو اتعرض له بداية من الصف الثالث. تمام. بيبدأ الباترون اللي احنا بنرسمه على الورق، هو بيبدأ كده كبداية ازاي يرسمه على كمبيوتر. الكمبيوتر نفسه. تمام. وكان في قبل كده من سنة أولى هو بيتعرض لنوعيات مختلفة من البرامج، سواء كان الفوتوشوب أو الأوتوكاد، فالاتنين دول بيساعدوه بيأهلوه ازاي يقدر يرسم الباترون على الكمبيوتر. كمان في جيربر، بس أنا مش عارفة يعني، مش عايزين بس يبقى فيه دعاية يعني، بس في نوعيات مختلفة كتير من البرامج اللي بيقدر يستخدمها الطالب لرسم الباترون. وده اللي بيحصل في المصانع دلوقتي، بيقص كميات كبيرة جدا من الأقمشة بالظبط، وبيقدر ينجزها في وقت بسيط، غير لما يقص باليد طبعا قطعة تاخد وقت واحدة. كبير. لا هو طبعا بالنسبة لإنتاج المصانع، هو الإنتاج الإنتاج الكمي أو كميات كبيرة بتكتفي احتياجات المستهلكين بأعداد كبيرة، تمام. فطبعا بيكون عدد رصات القماش فوق بعضها وطبقات القماش فوق بعضها كمية كبيرة وبمقاسات مختلفة، مش هيقدر العامل إن هو يقص بإيده، فطبعا حقيقة. تعرض لنوعيات معدات كتيرة القص بتختلف على حسب نوع القماش وده وخلافه. ما بيعملش هادر معاه في القماش، يعني الجزئية دي بتوفر له في التصميم والمقاسات ما هو باحترافية انه ما يهدرش في القماش، يعني يقدر ياخد من القماش بقطع مختلفة من اماكن مختلفة بالظبط بمقاساتها المختلفة اللي هو عاوز، عاوز كم، عاوز ياقع، عاوز حاجة ممكن قوي بالظبط، ينفذها في فجوات من الرسم او تقطيع القماش نفسه. ده حقيقي. بناء على خطوات الرسم اللي هو رسمها وحطينا اتجاه النسيج بتاعنا، قدر ازاي هو يقدر يعرف من خلال عروض القماش المختلفة ازاي اقدر اعشق اجزاء الباترون مع بعض، اللي هي اخليها متداخلة مع بعض تمام. قريبة من بعض جدا على قد ما اقدر، بس مراعاة اتجاه النسيج يكون مظبوط، وازاي اقدر من خلالها اوفر كمية القماش اللي انا هستهلكها تمام. واخلي جزئية الهالك قليلة جدا قدر الامكان، انه تمام. يوفر لنفسه واذا كان للمصنع ان شاء الله بعد كده. إن شاء الله ان شاء الله الكم بتاعنا هو الكم. ان شاء الله باذن الله نوعيات الاكمام في الصف الخامس بتكون مختلفه شويه عن انواع اللي اخذناها قبل كده، لان هي بتبقى مرتبطه بالجاكيت اكتر. فالجاكيت بيبقى فيه الكم القطعتين، هو طبعا بيبقى كم اساسي، ده قبل اي حاجه بنرسم الكم الاساسي خالص اللي هو الكم التركيبي اللي بنسميه القطعه الواحده. بيبقى فيه انواع تانية، في الكم القطعتين، في الكم البنسة عند الكوع، في الكم البنسة عند خط الرزق وخلافه. ففي نوعيات مختلفة من الأكمام اللي بتكون متمشية مع الجاكيت، الموديل نفسه، موديلات الجاكيت الحريمي وليس أكمام البلوزات أو الفساتين أو خلافه. الكم بيكون فيه صعوبة برضك يا دكتورة ولا لا بيبقى أسهل بكتير أوي من الجاكيت أكيد في إن شاء عمله؟ الله بإذن الله، وخصوصا إن هو درس يعني هي الكم الأساسي اللي هو التركيب اللي هنشتغل عليه بعد كده، هو كان اتعرض له قبل كده في السنين اللي فاتت وخصوصا في سنة تالتة لأن هي كانت ملابس حريمي. فاللي احنا هنعمله ده يعني زي فكرة مراجعة بسيطة وسريعة لرسم الكم الأساسي، باعتبار إن شاء الله بعد كده نرسم نوعيات الأكمام المختلفة إن إن شاء شاء الله. الله. التصميم في الملابس ووضع رسومات الملابس، هل هو ده من برضك صميم عمل أبنائنا الطلاب في التدريب عليه ولا ده بياخده في الجامعة؟ لا بصراحة التطوير دايما في المناهج عندنا في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقي كتير، فاحنا موجود عندنا مادة خاصة بالتصميم، تصميم الأزياء نفسها، فاحنا والابتكار فيها ده حقيقي، والإضافة. ده حقيقي، لان احنا عندنا في سنة تانية في حاجة اسمها التصميم الصناعي، فهو ازاي بيعرف التصميمات المفردات بتاعت المنتج لوحديها، سواء كانت اكوال لوحديها بنوعياتها، الاساور وخلافه، والاكمام اشكالها على الكمبيوتر. اما في عندنا في سنه خمسه او نظام الخمس سنوات، للاسف هو مش موجود في الثلاث سنين او نظام الخمس سنوات، في سنه خمسه في عندهم التصميم، تصميم الازياء، اتعرضوا في سنه رابعه ابتدى يعرف الاول تشريح الجسم، وهو لما هيعمل موديل هيعمل الجسم بشري، صح. فلازم يبقى عارف ايه هو الجسم البشري اصلا، فين العظم، فين اماكن تمركز الدهون، فين المنطقه الحساسه، فين يعني الانحناءات بتاعه الجسم بتبقى ازاي، الحركه بتاعته بتكون ازاي، على اساسه بيقدر يحدد فين اضيف الكشكشه، فين اضيف التوسعات، فين تبقى نسبه ولكل الراحه الموجوده. منطقه او يعني مكان معين، دوله معينه، اهل البلد نفسهم ليهم يعني نظام في اجسامهم او اشكال في اجسامهم، وبيتعرف دوليا عليه على اساس ان مثلا فرنسا
غير أمريكا، غير مصر، غير دي أنماط الأجسام اللي هي بتكون مختلفة من كل دولة، يعني مختلفة عن غيرها، تمام وده اللي تعرضنا له في البداية خالص، إن هي في جداول قياسية تمام موجودة للملابس بتبقى على حسب كل دولة وليها نظام معين في المقاسات. يعني تمام أحيانا بنلاقي المقاس بتاع المنتج بتاعي موجود في 38 36 وهكذا، نعم نظام تاني فيه سمول ميديوم لارج، نظام تاني لا بادئ معايا من 32 34. وبيتحط ما يناسبني في الرقم هو اللي هتلاقيه في الرقم التالي. بالظبط كده، تمام الفرد نفسه او الشخص نفسه بيبقى عارف والله انا نظام المنتج اللي قدامي ده لو ماشي ب 8 10 12 انا بلبس انهي مقاس، لو سمول ميديوم لارج انا بلبس انهي فيه، فهو بيكون على حسب نظام الموديل اللي موجود قدامه هو بيبقى عارف. انا في جداول القياسيه لما باجي المنتج من بره، لو انا لقيت مقاس مثلا انا مقاسي في الطبيعي 12، تمام مقاسه قد ايه؟ 34 مثلا في النظام التاني، مقاسه لا لارج في النظام التالت وهكذا. تمام فهي بتبقى على النظام الاوروبي، النظام الامريكي، في نظم يابانيه دلوقتي، تمام وعلى حسب الدول والمطر. نصيحة حضرتك لأبنائنا الطلاب علشان يتميزوا في هذا الجانب، هل هو بكثرة التدريب؟ هل وحضوره داخل مصانع؟ يعني عاوزين برضك ناخد يعني نصيحة لحضرتك عشان ولادنا يخش سوق العمل بنفسه بشكل قوي جدا بينه وبين بعضهم. هو المهم جدا الممارسة، لأنه في أجزاء ممكن تقع منه لو هو مش متابع. كمان مفيش تعليم بيقف، هو لازم يبقى عارف كويس قوي إن مستمر. مفيش، أو طبعا مهما كان السن دايما كل يوم في جديد، مش في مصر بس، ده في جميع دول العالم. يتابعوا منين يا دكتور؟ نعم، يتابعوا على ايه؟ على النت مثلا؟ يتابعوا على مواقع معينة ولا هم لازم يكونوا ملمين بجميع النوعيات اللي ممكن يتنشر عليها السوشيال ميديا كلها، سواء كان في مجلات عالمية دولية، سواء كان في عروض الأزياء اللي بتتعمل دوليا وعالميا، في الأبحاث اللي بتتعمل، في نوعيات أقمشة كتير بتنزل جديدة متطورة بتمشي مع الأجواء المختلفة اللي احنا بقينا نتعرض لها، الحركات المستمرة للجسم، وازاي يعني في حاجات كتير. حقيقة. فهو لازم يكون ملم بده، طبعا يكون شايف عروض أزياء سواء على النت أو في التلفزيون، المجلات العالمية زي ما قلت حضرتك، يعني في تبقى نازلة دلوقتي ومتوفرة على السوشيال ميديا، فهي موجودة، يعني ممكن عن طريق الإنترنت يدخل ويتابع مع المجلات، المجلة الفلانية أو الفلانية، إزاي أقدر أتابع وأشوف كل ما هو جديد. مصممين الأزياء، يعني في مصممين أزياء مشهورين في الوطن العربي طبعا وعالميا، أنا ممكن أتابع الصفحات بتاعتهم، بينزلوا الأعمال اللي هم بيشتغلوها. وبيرملها رسومات ويقدموها طبعا للطلبة والناس، ده شيء جميل ده قوي يعني. طبعا لازم هو يجرب، يعني هو فاهم، انا والله ممكن انا اكون مبدع بقى، يعني انا شفت هنا وشفت هنا وشفت هنا وعندي المهارة ده، فانا ممكن اكون من خلال تعليمي للتصميم ازاي انا اقدر احط تصميم، ابتكر انا فكرة جديدة، وبما اني فاهم باترون مش هحط رسمة وخلاص، انا بالعكس انا هبقى فاهم وانا بحط الخط ده عارف انفذه على الباترون ازاي، هيا خصوصا ان في المقرر حتى بتاعنا في مادة تصميم الازياء هو بيعلم الطالب ازاي يقدر يقتبس من العصور التاريخية القديمة، ازاي يقدر يقتبس من الحضارات المختلفة اللي مرت على العالم كله، بيعمل فهو ده كوليكشن بالظبط وبيقدم فكرة جديدة أو أسلوب جديد. تتناسب معانا النهاردة تمام بنوعيات الخامات المختلفة. تمام الابتكار لا يقف فقط عند التصميم، لكنه أيضا يقف عند تلبية احتياج المستهلك. يعني في بعض المستهلكين يقول لك والله أنا عاوز القميص يبقى نص وعاوزه يبقى كم وعاوزه يطول وعاوزه يقصر مثلا، او عاوزه يضيق اذا كنت هجيب تمام جاكيت انا فتره معينه بتخن في فتره مثلا كذا، لكن انا بلبس جاكيت بشكل دولي وانا جسمي متغير فانا محتاج بعض الحاجات. هنا الجانب الخاص باحتياجات المستهلك لابد ان احنا نحطها في اعتبارنا ونقدم للمستهلك تصميم جديد ياخد الوان مختلفه، يعني يدخل او اشكال مختلفه او احجام مختلفه يقدر المستهلك يستخدمها في اي وقت. ده ممكن كمان اعملها الجزئيه دي من خلال الخامة اللي أنا بختارها، تمام بما إن الشخصية اللي قدامي بتكون شخصية متغيرة، فأنا ممكن أستخدم معاها خامات ليكرا أو خامات مطاطة أو بسيطة، بحيث إن هي تناسبه تتناسب في جميع حالاته، ما بقاش لبستها مل في الفترة شوية. دي وبعد كده ركنتها. حقيقة كمان محتاجين جدا إن هم لازم يراعوا بجانب احتياجات الفرد العادات والتقاليد اللي موجودة بتاعتهم، صح. ف
فاحنا لازم، مش لازم ان احنا نقلد الفكره، فكره الغرب زي ما هو المنتج او ايا كان، لا احنا لازم حتى لو اقتبست حاجه من غير اكون مقتبسها واحددها او احطها في اطار ان هو يتماشى مع العادات والتقاليد بتاعتنا، خصوصا ان احنا شايفين في طفرات كده غريبه بتحصل في التصميمات اللي هي بتنزل، فاحنا مش عايزين نكمل في المشوار ده، احنا عايزين نعدل اللي احنا فيه. فاتمنى ان شاء الله مع اعزائنا الطلاب احنا نفسنا كمان يا فندم بيبقى هناك حقوق فكري لابنائنا الطلاب والمصر وعلى مستوى العالم في وضع الموديلات. الموديلات عاده ما بتنزل تتخطف ونلاقي ان صاحب الموديل ما جناش من وراه، او المصمم ما جناش من وراه المكسب اللي المفروض يحققه او المصنع اللي عمله، فلاقي على المقابل هناك مصانع اخرى بتاخد نفس الديزاين وبتشتغل عليه او الى اخره. هنا بتروح حقوق الملكيه الخاصه بالابداع، وطبعا طالما راحت الابداع بيخلي المنتج ما يحققش اعلى نسبه مبيعات، ويخليه مرتكن على اللي هيتصمم مش هيقدر ياخد يعني تصميمه الا في موديلات معينه بس وبكيفيه معينه، لكن لا يحقق نتائج ومكاسب كبيره جدا على مستوى العالم. لا هو حقيقي ده متوفر موجود عندنا، بس احنا برضو مش عايزين نوجه الطلبه ونقول لهم ان احنا مجرد ان احنا بنحط تصميم النهارده احنا برضو لسه صغيرين. انا اقصد في المستقبل الدنيا مفتوحه معانا، يعني في دراسات موجوده في المجال ده، في عندنا كليات فيها التخصص ده موجود، في عندنا معهد الموضه موجود، وده بيساعدنا كمان لو لقى الفكره كويسه هو ممكن ياخد مني الفكره ويطورها معايا وبنعرضها باسم مصر، يعني بتبقى خاصه بيك محليا ودوليا. طبعا لكن احنا لسه برضه صغيرين، بس هو امال ابنائنا هو دايما ان هو يتطلع لانه يكون مصمم عالمي او يكون ان شاء الله منفذ بشكل معين وليه كمان قدرات كبيره. يمكن دي فرصتنا عشان نعمل قفزات وطفرات في عالم الازياء وصناعه الملابس. يا رب ان شاء الله باذن الله لكل الطلاب بتوعنا، بس ده بيبقى من التكرار ومن الممارسه، من ان انا افتح يعني دماغي واكون متابع لكل ما هو جديد، سواء كان في الأقمشة، سواء كان في الألوان، سواء كان في التصميمات نفسها. ده يهمنا، ويهمنا برضو ان احنا من خلال التصميمات بتاعتنا نقدر نحافظ على الطراز المصري القديم بتاعنا، خصوصا يعني بعد يعني الاحتفالية الغير طبيعية اللي حصلت أثناء نقل المومياوات، وقد ايه كان الطراز المصري القديم الفرعوني موجود، فده يهمنا ان احنا برضو نفرض الشخصية المصرية على العالم كله. يبقى إن شاء الله احنا عندنا تراث جميل قوي وفن جميل قوي، لازم نحييه ولازم نقدم له جديد ونطوره كمان ان شاء الله يا رب. زي ما الدول التانية بتبقى حابه ان هي تعرض طرازها القديم، احنا كمان حابين ان احنا نخليه ظاهر بتاعنا ونحافظ عليه دايما يا رب. هناك جديد في المحاضره وهنضيف حاجه جديده النهارده ان شاء الله، يعني حتى نعمل الخطوط الاساسيه طيب للكم. نفتكر كده مع بعض، احنا بنفتكرها بس مش اكتر. هو الاساس بتاعنا احنا بنرسم مع بعض حردة الكم اللي احنا اخدناها من الجاكيت، احنا رسمنا كورساج الجاكيت الحريمي، فاحنا بنشف حردة الابط وبنحدد الخط الفاصل بين الامام والخلف. تمام وخط ارتكاز حردة الابط. والخط الاساسي بتاعنا اللي هو كان ملامس لحردة الابط الأمامية. احنا بس محتاجين ان احنا نقيس حردة الإبط، احنا هنجهز بس هنقيس حردة الإبط ونعرف مقاسها كام. ونحدد طول الكم اللي احنا عايزينه للجاكيت ايه، وهنشوف بعد كده ان شاء الله لما نيجي نستكمل في حلقاتنا اللي جاية هنعرف ان كم الجاكيت لازم بنزود له مقدار معين على الطول بتاعه. دي لمحة سريعة عن الكم، لكن ان شاء الله في المحاضرة القادمة ان شاء الله يعني هنسعد بهذا الجانب العلمي المتميز اللي حضرتك بتقدميه ان شاء الله. يا رب بشكرك دكتوره نهى عز الدين، معلم اول ملابس جاهزه. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. شكرا لكم اعزائي الشباب في كل مكان. النهارده اتعلمنا بجد من الدكتوره نهى، وان شاء الله هنمشي على هداها ونداوم دايما المذاكره والتطبيق والمعرفه والمخزون البصري والفكري علشان نبقى مصممين عالميين. أملنا للمستقبل إن شاء الله فيكم وفي قدراتكم الإبداعية. بشكركم وأتمنى لكم مزيد من التوفيق والنجاح. إلى اللقاء.